والله يا بنت الحلال انها وشايب على نجاح المسيحي يوم انها تطلع بالتلفزيون وانهوا عليها وقام ما يراعي لان يجا حلقة نجاح المسيعيد هرب الورعان ما يراعوا الا الكراتين وخلانا نسكت ما نتكلم وبس عينه لها والله ما رأوا يوم اخذت قلت انت ليه هاللون تسوي كذا ترى حرام وانت مطوع حرام تراعي للحريم قال انزلعي عني ورات هذي ازين منت قال عاد عينتي قلبي يا نجاح المسيعيد اللي فقدت في قناة الامارات ببو ظبي وانت ظبي عين في الريق ولا تنفع اللقطات عبر القنوات لو هاني من هالرجت ليلة العيد واخذ معي تمشية وجلسة ووقفات يا ابو جديل فوق متن سرمي مغذيات بشي مطري طويلات اشتي على الامير نايف الله يرحمه قلت اشتي على نايف نجاح المسيعيد يا امير تحل الامور الصعيبات حلياك حر يقنص الصيد ويصيد صيده جزيل ولا يصيد الضعيفات اشتي عليك الزين بنت لجوي دم العيون الناعسات الوسيعات سوت بشايبنا على غير ما نريد بس بابها صار عيونه سهيرات سوت بمثل سوات عالية ببو زيد ابن الهلال يوم عصر الهلالات يقول خده مثل برق الرواعيد والخصر هافي والثنايا مليحات ولا يلتفت لي لو لبست المقاليد لو تزين بالذهب والجنيهات من حبها صارت همومه سراميد عقب السعاده لا يعتها القرادات كلف لها يمير عسكر وتجنيد وسكن غزال الريم عده سنوات من شان ما تذهب قلوب المواديد اللي لهم بالحب طبعا وعادات وبسلام. يا ام ماجد مدحك يعم ويزيد عذب منقى من بحور جزيلات رغم الشكاوي والشعر والمناقيد طرقك عزيز ويرفع القدر والذات أدميتي جرح ثج من بعد تضميد أو إن منه ألف ونا وونات مبطي جروح غايرات بتنكيد هل كيف تشفى من فتوق الغزيرات أورثتني غبن هموم وتناكيد ووجعتني يا مهجة القلب بسكات من قال نزين منك يا ضبية البيت وانتي دهن عود معتك بتولات يا نكهة الشعار يا باشة الغيد يا سيدة نظمي ويا ملح الأبيات أوردتني مورد هل الود توريد وبالورد جرد المورد بكلمات ما صدني غاية ورغبة ومقاصيد ولا لي ورا برنامج الشعر غايات إلا قصيد اللي قصدوها القواصيد عطر مسامع من يتابع لدانات.